التحالف العربي يطلق بشكل رسمي عملية تحرير ميناء الحديدة في هذه اللحظات. إذن هذه العملية التي بدأت قبل أيام تم تأكيد الآن بأن بداية تحرير ميناء الحديدة غربي اليمن. أطلق هذه العملية التحالف العربي من أجل طبعا تحرير هذا الميناء المهم، هذا الميناء الاستراتيجي الذي يزود الحوثيين بالأسلحة وبالصواريخ البالستية من إيران. الآن أصبح أو على الأقل التحالف العربي أطلق هذه العملية العسكرية والإنسانية لتحرير هذه المدينة. إذن استجابة لطلب الحكومة اليمنية الشرعية ودعما لجهود الجيش اليمني، أطلق تحالف دعم الشرعية في اليمن عملية عسكرية وإنسانية لتحرير ميناء الحديدة غرب اليمن بهدف ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى الشعب اليمني عن طريق تحرير هذا الميناء، بالإضافة إلى تأمين الممرات المائية الدولية، وذلك في إطار عملية إعادة الأمل بما يتماشى مع الأسباب التي دعت إلى تدخل التحالف عسكريا في اليمن والمتمثل في طلب الحكومة الشرعية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لعام 2015، وخاصة القرار رقم 2116. نذكر بأن يشكل تحرير ميناء الحديدة أداة مهمة لإعادة العملية السلمية إلى مسارها والخروج من حالة الجمود التي تلف التسوية التفاوضية نتيجة تعنت الحوثيين، كون الميناء يمثل لهم شريانا رئيسيا لتهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، بالإضافة إلى استيلائهم كحركة وكأفراد على إيرادات الميناء، الأمر الذي انعكس على إطالة أمد الصراع، حيث عملت إيران على تزويد الميليشيات الحوثية بالأسلحة الثقيلة خاصة الصواريخ البالستية، مما أدى إلى رفضهم المتكرر لكافة المبادرات والحلول السياسية التي طرحت من مختلف الأطراف الدولية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي يرضي مختلف الأطراف اليمنية وبما يتوافق مع القرارات الدولية ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية. وتأتي العملية العسكرية بعد مطالبات عديدة من الحكومة الشرعية اليمنية ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية للأمم المتحدة باستلام ميناء الحديدة والإشراف عليه وإخراج الميليشيات منه، بعد أن استغلته في عمليات تهريب الأسلحة والاستيلاء على المساعدات الإغاثية وبيعها في السوق السوداء، حيث تهدف عملية تحرير ميناء الحديدة إلى إيقاف عملية تهريب الأسلحة، كما ستضمن العملية أمن حركة الملاحة البحرية بعد أن استغلت الميليشيات الميناء لاستهداف حركة الملاحة الدولية لأكثر من مرة، وستيسر دخول المساعدات الإغاثية، مما يضمن تحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها جراء الممارسات الحوثية والتي جعلت من الميناء ممرا للأسلحة بدلا من الغذاء والدواء. كما ستضمن عملية تحرير ميناء الحديدة توريد جميع إيرادات الميناء إلى البنك المركزي اليمني، وسيعمل تحالف دعم الشرعية في اليمن بشكل وثيق مع وكالات الإغاثة الدولية العاملة في اليمن لضمان تلبية احتياجات السكان المدنيين بالشكل الذي يخفف من معاناتهم، والبدء بتنفيذ الخطط اللازمة لإعادة تأهيل الميناء وتفعيله بالشكل الذي يضمن وصول المساعدات على النحو الأمثل لمختلف مكونات الشعب اليمني وخاصة سكان محافظة الحديدة. ويؤكد التحالف استمرار التزامه بالقانون الدولي الإنساني وحرصه حماية الأعيان المدنية والبنى التحتية ودعم أعمال المنظمات الإنسانية والإغاثية. إذن هذا هو البيان، بيان التحالف العربي بعد إطلاق عملية تهدف لضمان وصول المساعدات للشعب اليمني بدون عوائق. إذن